أعلنت وزارة التعليم العالي إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث تمكن الطلاب من الدخول على موقع شبكة الإنترنت والحصول على النتيجة برقم الجلوس. وانطلق مؤتمر لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، وبحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. كما أعلن وزير التعليم العالي خلال فعاليات المؤتمر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، وأيضا مواعيد تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية. وأغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب التسجيل للرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى مساء يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل في الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني. وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعب العلمية 362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر، وبالنسبة لطلاب الشعب الهندسية 342 درجة فأكثر، أي بنسبة 83.41% فأكثر، والشعب الأدبية هي 289.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 70.61% فأكثر. من مصر، أحمد يعقوب.